مصر للإنتاج والتوزيع تقدم.
سابقا في الأب الروحي. خنت بيت العطارين ليه يا رايق؟ كلم ايه ده يا حاج؟ الو ايوه ايوه اقول لك انا مش هينفع اسافر. هتلاقيني هناك مستنيك. كويس ان انت عارف ان انا كنت جاي. دورها في دماغك وشوف عايز تعمل ايه، ونقعد انا وانت نفكر ونخطط بس ننفذه. بتحب ايه في عبد الله ده بس؟ من ساعه ما وعيت على الدنيا وقلبي رايق. ادعي لي يا عيشه يبقى من نصيب. عمك حمزه بعد العمر ده كله هيسمكم. حسن وامير حبستهم شهر عقبال ما نحقق معاهم. الله يرحمه زين ما قالش هو بايع مين. قال ان ابنه زكريا هو الكبير. ليه يا شيخ؟ في حاجات كتير قوي الواحد بيقف عندها وما بيبقاش عامل حسابه. العلامه دي وقفتني كتير قوي، ما بقاش ينفع اشتغل حاجه تاني. هتعرف تطلعني من هنا؟ احنا هندخل العربيه هنا، هنحطك جوه شنطه العربيه، بقيت بره حر طليق. كنت بتعملي ايه في الفيلا اللي قابلتك فيها عليها؟ كنت مع بابا. الواد ده هيشتغل معانا؟ الواد ده هيبقى اخوك. يحيى هيبقى مكان متولي. المره دي بقى يا جماعه النكته اسمها مفيش صباع. حاجتك يا مروان. انا عز، دي اختي ندى، احنا اولاد زين العطار. الورقه دي مزوره، واللي بعت لك الورقه دي نصاب. اخويا زكريا ده مش سهل، بس احنا عملنا بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه. متشكره جدا. اخويا زكريا ده شكله مش سهل، بس احنا عملنا بالظبط اللي احنا اتفقنا عليه. كتير منيح اللي عملته حتى تاخدوا حقكم من السنين السيئه اللي مريتوا فيها يا اولاد زين. ايوه بس انت عارف كويس قوي ان انا مش عايزه حاجه من الحق ده. انا بنصحك انك ما تطلعي تحت جريتي حتى ما تقعي على وجهك. بس مش مراعش على وشنا. ايه الخطوه اللي جايه؟ ما تشغل راسك كتير، كل شيء رح تعرفه بوقته وبتفاصيله. مبسوط يا حسن؟ انبسط من ايه يا امير؟ من اللي انت عملته فينا. اللي انا عملته على سننا سعيد قوي بحبستي هنا. سعيد انت واخد عليها. انت حتى يا اخي ما سبتناش فرصه ندافع بيها عن نفسنا. يا لو كنت سبتك انت وعمار تضربوا عم حمزه ما كناش هنبقى هنا. كده كده سميح ما كانش هيسكت، هو مصدق يلاقي فرصه يكسرنا بيها. وانت اديتها له على التبطوب، وكل ده ليه بقى؟ عشان عيون حبيبه القلب. ما تتكلمش عنها كده، ما تتحماش قوي كده. انت حتى ما تعرفش اسم ست الحسن والجمال ايه. اسمها رحمه. رحمه يا امير. ما تتكلمش عنها تاني وما تدخلهاش في اي موضوع له علاقه بالدار. كده كده سميح ما كانش هيسكت، هو كان عايز يبقى هو الكبير وبس، مش عايز حد من ولاد الكبار يتكلمه ولا يبقى ليهم حس، ولا ابن زين العطار ولا ابن الشيخ سلامه. عايز يبقى هو لوحده في الصوره. انا مش عايز ابقى في اي صوره، وانا مش عايز حاجه خالص يا امير. وانا مش فارق معايا انت عايز ايه، ولا حتى سميح عاوز ايه. انا كل اللي عاوزه نسيب المكان ده، ما بقاش لاقي حد في الدار ولا لاقي فيها مكان. سايبها لكم يكش تولعوا فيها. بصراحة زكريا طريقتك معانا بقت مفضوحة قوي. أبوك الله يرحمه وعينه كانت علينا واحد واحد، بس احنا ما كناش بنعرف. بس أنا المرة دي بقى كنت عايزكوا تعرفوا عشان تيجوا ونقعد القعدة دي هنا ونعرف مين معانا ومين علينا. مش بلاش طريقة الكلام ده يا زكريا. علينا ولينا وتحتينا وفوقينا، احنا مش جايين نلعب. لا احنا بنلعب، بنلعب لعبة كبيرة كمان، بس نبقى قدها. انت داخل داخلة مش حلوة برضه يا زكريا. على الأقل يا أخي راعي فرق السن اللي بيننا كلنا. سن ايه؟ ده احنا كلنا بنقول يا هادي، احنا عايزين هديدة هنا وسرور. مفيش حد علينا يا زكريا. انت طبعا عارف يحيى اخوك الكبير صح؟ طبعا الحاج كان حكي لي عنه كل حاجة. مش انت يا يحيى برضو مكان متولي؟ نورت بيت ابوك يا يحيى. نور بصحابه يا زكريا. لو كان ابوك رعاه شوية يمكن كان هو اللي قاعد مطرحك دلوقتي. طيب عشان نجيب من الاخر، انتوا هنا موجودين عشان نجدد العهد.
الفاتحة اللي قريناها أيام أبويا الله يرحمه النهاردة هتتقري مرتين، مرة على روحه والمرة التانية عشان الكبير اللي هو اختاره، ونقراها تلاتة كمان على روح أي حد فينا يخون يا زكريا. ما بلاش الفاتحة خالص ونعملها شبكة وكاتب كتاب. عشان بيه من الواضح لحضرتك اللي بتتكلم بلسان الجميع، في أي حد عنده أي تعليق قبل ما نقرأ الفاتحة؟ ما نقرأ الفاتحة ونستهدى بالله إن شاء الله كل حاجة هتبقى كويسة بأمر الله. توكلنا على الله. آمين. إيه يا يحيى؟ أنت مش حافظ الفاتحة ولا إيه؟ لا مش للدرجة دي، أنا قريتها في سري. وماله؟ العملية الجديدة أول ما توصل المخازن هنبلغكوا عشان تيجي تستلموا حصتكوا كالعادة، وبعد كده تبتدوا توزعوها. الدفع المرة دي هيبقى بعد التسليم، بس من العملية اللي جاية هيبقى في اتفاق تاني خالص. طيب نقوم بقى، ورانا أشغال ما احناش فاضيين. يلا يا يحيى. نورتوا بيت العطارين. بنورك يا زكريا. فتحي استنى، عايزك ما تمشيش. طب استنى. ها ايه رايك بقى في اوضتك؟ على فكره انا اللي مروقها لك بنفسي، رجعت لك كل حاجه مكانها بالظبط. فاكر السرير ده يا صالح لما كنت تفضل سهران عليه طول الليل وفجاه يطلع لك عفريت من هنا؟ هنسى ازاي والعفريت واقف قدامي اهو. بس العفريت ده انا اللي كنت بعمل له ضفايره وهو صغير. كل حاجه لسه زي ما هي، حتى اللوحه دي بالناس اللي فيها كنت بخاف وانا نايم يطلعوا عليا يقتلوني. وحشتنا يا صالح. وانتوا والله وحشتوني جدا، وحشتني ايام زمان، ايام ما كناش بنفكر في حاجه غير النهارده. كان العالم بتاعنا محدود وصغير. ايه اللي كان بيفرحنا؟ اللعب والخروج وهزار ابوكي معانا والهدايا اللي كان بيجيبها لنا. الله يرحمه. لكن دلوقتي بقينا بنفكر في كل حاجة، بنفكر في امبارح اللي بندفع ثمنه وما لناش ذنب فيه، وبنفكر في النهاردة علشان بكرة اللي مش عارفين هيجي عامل ازاي. هيبقى أحلى يا صالح بإذن الله. متأكدة؟ أمشور؟ أمشور؟ طب هاتي بوسة يا أمشور. لا شيل بشوية لأني طولت في الفترة اللي فاتت. شطورة يا سلمى. انت اللي وضبتيها لوحدك؟ اه والله. مش واثق، حاسس اني شغاله من الشغالات ومالها وضبوها. بقول لك ايه؟ مفيش غيرك قدامي، انت اللي هتفهميني. ها؟ امسكي يا ستي. تكسفينيش بقى. قول لي يا فتحي، هو الحاج زين العطار الله يرحمه قبل ما يموت كان زعلان منك ليه؟ لا ده كان فاهمني غلط. انت عارف اللي عمره ما زعل حد. زين العطار كان فاهمك غلط. ما توزن كلامك يا فتحي. لا ما قصدش، بس انت عارف كويس ان ولاد الحرام ما سابوش ولاد الحلال في حالهم، وانت عارف انا ابن حلال من صفي. ولاد الحرام دخلوا بيني وبين الحاج زين، انا قلت اسيبه يومين يروق وبعدها ارجع ابوس راسه واستسمحه، انما القدر لم يمهلني. الوقت دخل سابق معايا وكسب الماتش. فوت الموضوع ده يا زكريا، ده الحاج زين فات الدنيا كلها. افوت ايه انت؟ مش عايزنا افهم ايه اللي بيحصل حواليا ولا ايه؟ الموضوع خلصان ومتقفل وفي المخازن، هنفتحه ليه ونعك نفسنا تراب؟ وان كان على البوسه اللي هبوسها على راس الحاج اهي. قط. طيب انا استاذن انا بقى، والمسامح كريم، وانت ابو الكرم. سلامات. شرفت يا فتحي.
ايوه حرب. ايه يا عم بقى؟ هو انت مش ناوي تاكل كلام السكك؟ انا قلت ارجع عليك مت وعفنت وزرقيت. بس تصدق لون ازرق يبقى حلو عليك؟ مفيش منك برباط. بقول لك ايه؟ انا قررت ارسم لك على وشك ابتسامه شبه ابتسامه الجوكر اللي في باتمان، وهو بكده بقى وصلتك للعالميه، وتفضل الابتسامه على وشك على طول. اهي الكحه دي علامه الرضا. معلش يا فوفو ما تزعلش مني، هرد بس على التليفون. ايوه يا بابا. مروان انت ايه علاقتك بابن اخو زين العطار اللي اتاخد من المستشفى؟ مروان اوعى تكون عملت حاجه من غير ما تقول لي. لو عرفت انك انت ليك علاقه بالموضوع ده هزعل. انت عارف بابا لما يزعل زعل وحش قد ايه. عارف عارف يا بابا. معلش يا فوفو هنأجل الابتسامة شوية. إياك تبتسم لحد ما أرجع. هزعل بجد هزعل. الحمامة ماتت. عم سميح عم سميح يا عم سميح. إيه يا ابني إيه في إيه في إيه مالك فهمني. الحمامة ماتت يا عبيدة. حسن بريء وعم حمزة بريء. يعني إيه فهمني قصة الحمامة الميتة دي إيه؟ عبيدة مش وقته غباء ركز. أنا جبت الحمامة واكلتها من القمح بتاع عم حمزه ما حصلهاش حاجه، وانا راجع المطبخ لقيت حمامه بتاكل من شوال غريب في وسط الشواله. اول ما اكلت من القمح الحمامه ماتت. خدت من القمح ده ورحت اكلت الحمامه دي، اول ما اكلت منه برضه ماتت. بص انا مش مترجم حاجه دلوقتي، بس كل اللي عايز اعمله اروح اخرج حسن وامير. يعني حسن وامير هاخدوا بقى؟ ايوه يا عم اوعى يا عم سميح. عم سميح عامل لك مفاجاه؟ هتضرب لي بعضيها تعظيم سلام. ايه؟ المأمورية اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحة أنا مقلق. بس أكيد مش هي دي المفاجأة يعني. خمن تاني. بقول لك ايه انجز وقول من الآخر. الإجازة اللي بعد المأمورية، الغردقة، أوتيل فايف ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي أوفر ابن رزينة. هي دي المفاجأة؟ ده أنا قلت ترقينا ولا حاجة يا عم. لا، إحنا هنروح نستجم والترقية هتجيلنا على هناك. بقول لك ايه أنا ماليش في الكلام ده، أنا راجل بتاع شغل يا عم. إيه يا عم أكرم؟ ما تفك كيسك يا عم، أنت بتقبض شوية. يا ابني أنا راجل محترم. بعدين انت شبهه جنائيه وانت ناسي حاجه مهمه كمان. انا يوم الجمعه الجايه راح اخطب، اروح اقول لها ايه بقى؟ بتفسح في الغردقه؟ طب بص يا سيدي، انت تقرا فاتحه من الخميس واحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقه. ها مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح مش كده؟ لا مش كده، لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاثنين مع بعض أنا مش عايز أروح معاك. اسمع يا جل، إحنا هنعرف بعض من زمان قوي مش لسه هنعرف بعض دلوقتي، عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الآخر. من الآخر؟ ماشي. بص يا حبيبي دي التورتاية يا سليم اللي إحنا بناكلها بعد كل عملية. نصها بيروح لزين العطار، والربع بيروح لهاشم. وأنا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الأخراني من التورتة. وطبعاً الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع حقه. وإحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد. ماشي الكلام، لكن أنا بقى مش مستريح وعايز أبقى زي هاشم. ماشي. يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي عايز الربع. الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. الف سلامه عليك يا جلال. وعليك يا حبيبي. انت شكلك كده في اليومين اللي انا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي، عشان كده بقى انا هديلك وصفه من عندي هتستريح عليها خالص.
الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا وتستريح وتريح. مش يمكن انت اللي تريح؟ حبل المشنقة مش بعيد تسليم طرفه في ايد حضرتي. لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمة الجديدة وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه، تعبتني حشد الحبل غصب عني وانت تعز عليا. ما انت عارف زي ما انت قلت كده احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟ مشكلة يا ريس ان الموبايل ده مقفول بقاله فترة، وبالتالي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حته حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسال فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملته فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا عنوان صاحب العربيه وهنجيبه. برضه مش بقول لك انت خبت. مالك في ايه؟ طب ايه؟ ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ مالك؟ تعالي هنا بصي لي. في ايه؟ اتكلمي. يا علي خد يا حبيب عمتك حتتين الذهب دول تروح تتصرف فيهم، وهات رجاله جداد كده على كيفك وتروح على القصر توضب وتروجوا عشان فرحك على بنتي عايشة. عايشة؟ عايشة كيف يعني؟ يعني ايه عايشة كيف يعني؟ يعني كده؟ اياكش فاكر اني كنت هديك رجية وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي؟ لا يا حبيبي، أنا ما أحبش أبداً صباعي يكون تحت ضرس حد. عمتك تحب تكون شوكة في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما انت خابر، رجية صغيرة وعيشة هي الكبيرة، يقولوا ايه الخلق علي؟ يقولوا جوزت الصغيرة قبل الكبيرة. لا ما ينفعش. قلي هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي. تفضل عمي لبسه. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفوا ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس أنا مش عايزك تنزل العملية دي لوحدك. ليه يا عمي؟ وأنا مش قدها. لا قدها، ما أنا لسه بقول لك يا زكريا، أنت كبير من يوم ما اتولدت وأنت كبير. أنا طول عمري أقول لأبوك كده، بس أنا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنية اللحظة اللي تلسعنا فيها. وإحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم ندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العمليه دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلش غير واحد في عيله العطارين كل حاجه هتفضل ماشيه زي ما هي. راجل يا زكريا طمنتني. على فكرة جلال جالي عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي، بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ هطمعه. هو طمعان وانا هطمعه اكتر. والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكرة هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا
عايزك لو نزلت العملية دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربة اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز، انك عشان تثبت براءة حسن وامير هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور، حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح، بس كل الموضوع ان انا خدت شوية قمح من المخزن بتاع عم حمزة واكلته الحمامة من الحمام اللي في البرج. الحمامة فضلت عايشة، معنى كده ان الاكل ده كويس مفهوش حاجة. وبعدين رحت المطبخ خدت عينة تانية من القمح اللي هناك، شوال كده شكله غريب في وسط الشوالة، اكلت منه الحمامة تانية. اول ما اكلت منه ماتت. ده معناه ايه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشوالة، وانا مش ههدى غير لما اعرف مين الحد ده. بس سيبك سيبك من كل ده، كل ده مش مهم. انا المهم عندي دلوقتي ان احنا نخرج حسن وامير عم سميح. الحمامة ماتت وربنا رحمها من اللي احنا فيه واللي داخلين عليه. واللي داخلين عليه يا عزيز مش لازم حسن وامير يبقوا فيه، احنا داخلين على ايام لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي سور دار، طوبة جنب طوبة. لو طوبة واحدة مخالفة السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خسائر، وأول خطوة في الحرب إنك تعرف مين معاك ومين عليك. لو حسن وأمير طوبة مخالفة مش زينا، مش منينا، مش يوت زينا، ما فتحوش عينيهم على الدنيا، ما يعرفوش أهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا وأهالينا واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وأمير عاشوا وسطينا، يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني، لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا حيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا أكيد أكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا، ما يصحش يكون موجود فيه. فكر يا عزيز كويس، مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك، يتحرق يتكسر يجرى له حاجة سيئة لا قدر الله، لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل عاقل وراجل بتفهم صح. يلا اخوي يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم نهار ربنا يهديك. ازاي حسن؟ عزيز ها يا ابني طمني، عملت ايه جوه مع سميح؟ ها؟ ها ايه يا ابني بكلمك على فكرة، انت شربت سبيرت ولا ايه؟ بقول لك عملت ايه جوه مع سميح؟ الحمامتين ماتوا عبيدة. ماتوا؟ ماتوا ازاي يعني؟ ماتوا الحمامتين ماتوا. ايه يا عبيدة ما بتفهمش؟ طب ما تفهمني يا عزيز، انا بقول لك ايه، سيبني دلوقتي سيبني دلوقتي يا عبيدة. سلمى ما تعرفيش حازم اخوكي راح فين؟ لا يا ماما، هو مش مع مدرس واصحابه دول؟ مش موجود وما بيردش على موبايله. بعدين بقى مش عارفه هلاقيها منه ولا من ياسمين. بس ايه رايك بقى يا معلم في الجمجمه؟ اديني اهو خرجتك من غير بص ما حد يلمحك خالص. عاش يا هيرو، انت ناقص بس تخليه يشرب وتبقى برنس. سهل، بقول لك ايه؟ خد اشرب. اشرب بقى يا عم ما تصغرناش. هات واسكت. عارف يا هيرو؟ أنا بحب يارا أوي، بس هي مش حساني، عشان هو اللي بيعجبها يعني، تحب الواد الصايع. بس والله مش مشكلتي،
دي مشكلة أبويا الله يرحمه إن هو ربنا. إيه يا عم؟ أنت اتسطلت على الريحة ولا إيه؟ طب يلا بينا يا جماعة، أنا عايز أروح. خلينا قاعدين شوية يا حازم. ما أنتوا مش حاسين بحاجة. أنا اللي هروح البيت ومش عارف هيدخلوني ولا لأ. في إيه يا عم؟ وأنت حد عبرك حتى برنة؟ الموبايل. الموبايل فين؟ التليفون جنبك؟ مش جنب. اسكتوا خالص. ها يا زكريا، ما ينفعش حد يعاملك بطريقة مش عاجباك. طالما انت حاسس انك مش مرتاح للطريقة والاسلوب اللي بيعاملوك بيه، يبقى لازم تعترض. ما هما يضربوني لو اعترضت. اصل انت مش فاهمة، انا التافه الوحيد في الشلة دي. تمانية، الألم النفسي بيكون أصعب بكتير قوي من الألم الجسدي. يعني انت لو وقفت كده قدام حد وكلمته بثقة، هيخاف منك، هيسمع كلامك، هيعملك اللي انت عايزه على طول. صح، انت صح. انا كنت دايما ولا تمانية، قوم يا اطفي حكومه مرشقه في المنطقه، قوم خد البنت دي بسرعه وطير على خالتك هناك. قوم يا ايه ده؟ لو سمحت انجز يا لو سمحت انا معترض. مو ايه؟ معترض. معترض. وانا كمان معترض. إيه يا عره، واعتراضي وحش وما بحبش حد. ما بحبش حد يا طارق يا عرة. قوم يا بتوت ده. خلاص يلا يا عم، سيبنا الموضوع ده كبير. قوم يا لبسه يا بنت الجاري. الله يا بت يا نادية، ما سمعتيش أي حاجة عن واد تامر؟ ما سمعتش عنه. أنا قعدت معاه بس لما أنت ضغطتي عليا، وبصراحة كده الكلام ما عجبنيش. يلا، كان زمانك هتبقي أرملة. ليه؟ الواد ابن المجنونة من كتر شرب الخمرة انتحر، ولا يمكن مات من الزعل عليكي. الحمد لله كنت هتجوزيني واحد مجنون. اهو خد الشر وراح، مالكيش حظ يعني في الجواز، واخده الحظ من وش ابوكي. بس انت خليكي معايا وانا هجوزك سيد زيدو. هتعتقيني بقى يا اختي لوجه الله؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا مش ناقصه مصايب. مصايب؟ مصايب ايه يا عناية؟ يا الهي يا رب اشوف فيك نصيب انت وابوكي، ويكون يوم تلاته ما حد فاضلكوا. كتكل قرف. زكريا، هو انت بتتكلمش معايا ليه؟ اسمع حازم، اوعى تفتكر ان انا اخترت اللي احنا فيه ده. بس احنا شايلين اسم عيلة العطار، وزي ما احنا شايلين اسم العيلة شايلين معاها حاجات كتير. بس انا مش عايز اشيلها زكريا. مش بمزاجك يا حازم، بيجي وقت في عمر البني ادم لازم ينسى نفسه ويفكر بس في اهل بيته اللي اتولد فيه، وما يهربش. هديك شفت اخوك صالح حاول يهرب على قد ما حاول، وفي الاخر ايه؟ هو هيرجع تاني ويشيل معايا. اللي انت عملته ده غلط. احنا في وقت صعب، اللي انت عملته ده ممكن امك تروح فيه، طب ممكن حد من اصحابك يتقتل بسببه. فوق يا حازم، فوق، انت ما بقتش صغير. اتحمل المسؤولية يا أخي، فكر في عيلتك، ما تفكرش في نفسك. يلا. أهو مسلم. أنا آسف، سامحيني، أنا غلطت. سامحيني يا ماما، مش هعمل كده تاني. امسك، خلي ده معاك. أيوة زكريا، بس أنا عمري ما شلت سلاح. كل حاجة بيبقى ليها وقتها، وده جه وقته. خليه معاك، يمكن تحتاجه اليومين اللي جايين، محدش عارف ايه اللي هيحصل. امسك، امسك يا صالح. ها،
فكرت في اللي قلت لك عليه؟ فكرت اكيد. ما كنتش منتظرك يا هاشم ان انت تقول لي ايه اللي حصل. انت عارف ان انا ليا عيون هناك. مش اي عيون، عيون بتشوف كويس قوي. مش القصد يا محسن باشا، انا بس كنت عايز الفت نظر سعادتك ان عيله العطار تعيش انت والتشكيله بتتغير. شوف يا هاشم، كل حدوته فيها الخير وفيها الشر، وفي ناس بتبقى ملفوفه حوالين الخير وناس بتبقى ملفوفه حوالين الشر. لو كل الناس بقى كل واحد التزم فيها بالمكان بتاعه بالظبط، اكيد هتبقى نهايه سعيده، مش هيبقى في حاجه وحشه. طبعا ده اللي احنا عاوزينه ولا ايه؟ معلوم معلوم يا باشا، ما انا برضو كنت عايز اقول كده. هاشم، انا اللي خلقت الحدوته دي، وانا بس اللي اقدر اغير عبد الله. معلوم يا باشا، مع السلامه يا باشا. مش راضيه تتكلم من ساعه اللي حصل الصبح. طيب انا هتصرف. حلو قوي اللعبه دي، جبتيها منين؟ طب انا هلعب معاكي لعبه، هسألك سؤال لو جاوبتيني عليه هديك الدبدوب ده ليكي خالص. هو انت الصبح كنت خايفه من حربي ليه؟ هو شكله خوف. ده العول اللي قتل بابا وماما، انا بشوفه كل يوم في الحلم، خايفه يقتلني انا كمان.